السلام عليكم. السلام عليكم شوبير بانيك، رانا ولينا ونتكلموا على المقابله تاع روما شاختر. روما استغلت هبوه واستغلت بانيك الطرد تاع اللعاب تاع شاختر، وين استغلت وكانت فايزه من في الطرد تاع اللعاب، وعرفت كيفاش تسيطر خاصه في الشوط الثاني وين كانت لها كلمه تاعها، وين سجلت هدف في 52 دقيقه، وشلنا في 75 وين اللعاب تاع شاختر وين طرد بالبطاقه الحمراء. على ذيك شويه المقابله سيطرت عليها روما، خاصه وين شاختر كان رايح يعدل النتيجه في شعام المره، بصح شلنا باللي شاختر شلنا باللي روما كان مسيطر على المقابله، وعرف كيفاش يستغل هفوه اول فرصه اول هدف في الشوط الثاني، يا ماشي الشوط الاول، انا هضروا الشوط الثاني، اول هفوه اول فرصه هدف، عرفوا كيفاش يستغلوا الهدف الهفوه تاع المدافعين وسجلوا هدف اللي كان في كيما نقول لك الهدف اللي كان فين نديروه الضربه القاضيه على شاختار، وين زاد خرج لهم جوار بالحمراء، يعني التأهل كان منطقي، تأهل كما يقول لك نتيجة كانت في لالي كانت 2-1 في الروتور. عرف روما كيفاش يستغل ويلعب بكل كما يقول لك لعب بكل ثقة في النفس، ما لعبوش كيما نقول لك متسرعين، ما لعبوش، عرفوا كيفاش يلعبوا كيفاش يجيروا المقابله كيفاش يسجلوا ويقعدوا محافظين على النتيجه، ولاو يلعبوا الكرات المرتده وين كانت شحال من خطره كانوا غادي يسجلوا، خاصه في الدقيقه 81 وين كان راحت روما تسجل الهدف الثاني لولا تفطن المدافعين وبرعه الحارس اللي شلنا كيفاش روما كانت كيما يقول لك المدرب، وعرف كيفاش التغييرات فانيك اللي يعملهم، عرف كيفاش يحبس الهجوم تاع شاختار، وكانت الغلبه في وسط الميدان لصالح روما. يعني هذو الفرق اللي يكون عندهم كيما يقول لك نفس طويل، يكون عندهم خبره كبيره بالاسم تاعهم، خاصه الاسماوات تاع روما كيما نقولوا احنا روما الاسم تاعها يكفي باش يرهب بزاف فرق هذه الفرق الصغيره البلدان الصغيره اللي ما عندهمش كيما يقول لك ما عندهمش تاريخ في كره القدم. احنا شلنا روما كي نقولوا روما طليان عندها تاريخ كبير، احنا ماناش نحقروا في هذه الشاختار، بصح تايلا نهضروا بالتاريخ، تاريخ هذو الفرق هذو عندهم تاريخ كبير، يعرفوا كيفاش الوقت اللي في يكونوا في ازمه يعرفوا كيفاش يخرجوا من الازمه تاعهم، يعرفوا كيفاش بفوز، يعرفوا كيفاش يخرجوا من الازمه تاعهم بكل سرعه، هذه هي، وهذوما الفرق الكبيره وبصحتهم روما، والفرق اللي يكونوا متحكمين في الاعصاب تاعهم، متحكمين في كيما يقول لك الشخصيه تاع الفرق تاع الفريق، الثقافه تاع الفريق، هذه هي. وشلنا اليوم روما تاهل بكل جداره، وصحيتو ربي يحفظكم.